بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الأول من الفصل الرابع لمقرر هندسة البرمجيات. الفصل يا جماعة بيتكلم عن موضوع اسمه Requirements Engineering أو هندسة المتطلبات. تعالوا مع بعض نشوف إيه الموضوعات إن شاء الله اللي هناخدها في الفصل. هناخد ما يسمى بالـ Functional and Non-Functional Requirements، المتطلبات الوظيفية واللا وظيفية. The Software Requirements Document، اللي هو إيه؟ توثيق الـ Software Requirements. طيب ايه كمان يا جماعه؟ هناخد ما يسمى بال requirements specification و requirements and design. نشوف مع بعض. هنبتدي تعريفنا ب requirements engineering، يعني هندسه المتطلبات. requirements engineering يعني ايه يا جماعه؟ هندسه المتطلبات معناها ان هي ممكن نقول انها عمليه. عمليه ايه؟ عمليه غرضها تقديم خدمه لمين؟ ها، للكاستمر. نقدر نديله خدمه في ايه؟ في ان احنا نحقق له المتطلبات اللي هو عايزها. بناء على ايه يا جماعه؟ بناء على الايه؟ على الكونسترينز، القيود والشروط اللي هو حاططها اثناء عمليه التنفيذ هذا البرنامج. معايا؟ هنقول مع بعض كده تاني ان هندسه المتطلبات معناها ان هي عمليه خدمه بنخدم بها مين يا جماعه؟ بنخدم بها الكاستمر اللي طالب طلبات محدده معينه في النظام. يعني انا عايز منك نظام بس يكون بالمتطلبات الفلانيه. معايا يا جماعه؟ جميل. اذا بلتزم بهذه المواصفات، بلتزم بهذه المتطلبات اللي محتاجها ايه؟ ها، المستخدم اثناء ما انا ايه؟ ها، بطور البرنامج عندي. ماشي يا جماعه؟ طب نقرا مع بعض كده. بنقول ان هذا process of establishing the services that the customer requires from a system and the constraints under which it operates and it is developed. يبقى ايه؟ ده معنى كلمه requirements engineering. طيب يعني ايه اصلا متطلب؟ يعني ايه كلمه متطلب؟ تمام؟ ممكن نقول انها ايه؟ نعتبر انها وصف او توصيف للخدمات اللي بيقوم بها ايه؟ السوفت وير اللي انت بتبنيه. دي معناها ايه؟ المتطلب. وممكن نقول كمان ان هي ايه بقى؟ ان هي التزام بمتطلبات المستخدم والشروط والقيود اللي هو ايه؟ اللي هو فرضها في البرنامج. اوكي يا جماعه؟ طب نقول مع بعض: The requirements themselves are the descriptions of the system services. شوف اهي، وصف للايه؟ ها؟ لخدمات مين؟ النظام. and constraints، والقيود والشروط. that are generated، اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ بتتكون اثناء عمليه الايه؟ السوفت وير requirements during the requirements engineering ايه؟ process. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.